تتعلق بفساد موجود ببعض الإدارات، وطرحنا عدد من المواضيع والملاحظات يعني ممكن تؤدي إلى تخفيض حجم السير بلبنان. كان معالي الوزير متجاوب جدا، اللي فينا نقوله إنه رخص السواقة والمعالي الميكانيكية وعدم التشدد لتطبيق قانون السير مثل ما هو موجود، هذا أمر لازم ينتهي. التخصص بقوى الأمن الداخلي هو مطلب أساسي عم نطرحه. وزارة العدل وتحصيل القضاة لازم يصير بأسرع وقت، مش تاخد 4-5 سنوات لأن ما بعيد في هيبة لضبط السير. الشاحنات اللي عم تمشي على الطرقات والدراجات اللي عم تمشي على الطرقات بشكل مخالف للقانون بالإضافة للسيارات وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، كل هذه الأمور عم تؤدي إلى تزايد بحوادث السير. نحن رح نقدم بعد وقت قليل معلومات ومستندات لن تطرح عبر الإعلام ولن تسلم إلى القضاء، لأنه تجربتنا بالماضي ما حدا كان مستعد يسمي الأمور بأسمائها. الوزير بقوله جاهز يتلقى المعلومات والمستندات ويعمل المطلوب لتخفيض حوادث السير بلبنان بدون مسايرة أحد. ونحن متأمنين بعدم مسايرة أحد من السياسيين لمواجهة الفساد يلي عم بيؤدي إلى تفاقم الوفيات على الطرقات.